Monsieur le maire, merci beaucoup. شكرا جزيلا سيدي عمدة برست لكلمات الاستقبال التي ذكرتها. أشكركم سيدي العمدة وسيدي رئيس البرلمان، السادة الحضور، السادة ممثلي الحكومات، السادة رؤساء الدول، السيدة مديرة المؤتمر، السادة الحضور، أتمنى هذه المناسبة أن أشكركم فيها وأتحدث عن الكثير من النقاط، لكن في البداية أتمنى أن أرد على هذه الكلمات الجميلة التي قيلت لاستقبالنا. أؤكد لكم أنه من دواعي سروري أن نكون هنا جميعا في مدينة بريست لحضور هذه القمة. كما قلتم سيدي العمدة، هذا الاختيار لم يكن بالمصادفة، إنه مصير بريست هو مصير بحري ومصير مرتبط بالمحيط. هذه المدينة بنيت هنا، وقد كانت مصير الأمة. والسيد الرئيس فيرون ذكر كلمة السيد الرئيس شارلي دي جول أنها مرتبطة بالدفاع، بالاقتصاد، بالصيد، وكذلك بسيادة الدولة الفرنسية وبالعلم أيضا والبحث العلمي، وحتى أيضا على الشرطة في بريست تستخدم أيضا الكثير من الأبحاث في الأمن في المحيط. نحن هنا اليوم نتكلم عن علماؤنا، عن صيادينا، عن البحارة، وعن مصيرنا البحري وعن بحرنا. نحن هنا نتحدث عن فخرنا أن فرنسا تاني دولة وتعظم أعظم تاني دولة بحرية في العالم، لأننا لدينا هذا بفضل بحارنا ومحيطاتنا. وأقول لكم جميعا أشكركم جميعا، وخاصة الأطراف الفاعلة الفرنسية هنا، والسادة أعضاء مجلس الشعب والمنتخبين من جميع المؤسسات وجميع المنظمات والحكومة ورجال العلم والشعراء الذين تحدثوا بحب عن هذه البحار وهذا المحيط. إنه فخر كبير لي أن أراكم جميعا هنا. ومن عدة سنوات ونحن بدأنا الأعمال من عمل إلى الآخر، كما قلنا الآن نحن نعلن التزامنا من بريست، والذي سيسمح لنا أن نتضافر الجهود. وأنا مقتنع تماما أنه يجب عمل أجندة دولية لعام 2022. أنا ألتزم أيضا سيدي السفير، سيدي العمدة، أن نوقع اتفاق. كما قلت نحن متفقين على أن نبدأ في العمل سويا، وكما قلت من متحف البحرية في باريس، وتجديده هو شاهد على هذا التاريخ البحري العريق. لذلك نحن سننطلق من هنا. وقبل أن أتحدث عن مواضيع الصيد والاستكشافات والتنوع البيئي، هذا كله شيء رائع، لكن بالفكر أن التعاون، فكرة التعاون والاتحاد باسم البحار. وهنا في هذه اللحظة التي نتحدث فيها لدي كلمة، أن في هناك قصة ميلانو والثلاثة البحرية الذين قضوا فترة في البحر وفكروا في طلبة في مدرسة موس وفي هذه المدرسة. والآن أؤكد لكم وأذكركم أن هذا هو البحر، إنه بالفعل مغامرات رائعة التي نحلم بها. في بعض الأحيان يوجد الكثير من المآسي، لكن في كل مرة أنها قوة الروح التي تجمعنا. إنه فكر التعاون والتضامن والعلم. أتمنى أن نفتتح أعمالنا اليوم، وأتمنى أن يقودنا هذا الفكر، فكر الوحدة، الذي كل ما شاهدناه في الماضي والإنقاذ البحار، وأن نساعد بعضنا البعض.
وأنا أعلم أن الذي سبب وجودكم هنا اليوم هو سبب وجودنا. أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا. شكرا برست على هذا الاستقبال، وشكرا جزيلا لكل من شاركونا لكي يدعمونا ويدعموا هذا الالتزام. وصديقي جون كيري، أشكرك على دائما التزامك ودعمك للمنتخب والتنوع البيئي والبيئة. شكرا السيد جون كيري، أشكرك شكرا جزيلا.